نبدأ بالمؤسسات المولدة للدخل والربح. يعني الكهرباء يجب أن يكون مؤسسة ربحية، مو مؤسسة خاسرة. أنت تعرف اليوم هسه ما أقدر أخش بمشكلة الكهرباء، يعني قصة لا لا، أنا أعطيت مثال يعني حتى ما نكون هذول ياخذون رواتب ترى من مثال، بس مثال كبير هذا، هو من أكبر الأمثلة هذا. يعني أنت تعرف ذولا تعينوا وصاروا بقرارات ضغط اجتماعي، يعني وهم ذولا تريد عيش يعني يعني معظمهم نساء ومعظمهم خريجين معاهد، مثل معهد قرآن، معهد دين، معهد كلية آداب، ما لهم علاقة بالعفو واحترام الاختصاصات، ما لهم علاقة بالصناعة. الكهرباء، الكهرباء صناعة اليوم بصراحة، لكن مشكلة بالحقيقة. أنا بتقديري يجب إعادة هيكلة القطاع العام بالطريقة اللي بالذات الكهرباء، غير الكهرباء، الكهرباء يجب أن يصير وزارة مو للإنتاج، وزارة للريجوليشن، تنظيم الانتاج بالحقيقة، وتحولها شركات مساهمة. يعني الناس هم حتى ذول العاملين يكونوا مساهمين في هذه الشركات، يعني عادة هيكلة عقلانية يعني وفق حكمة جديدة. أما بهالطريقة الراكدة عين الناس وطيهم رواتب من مركز الدولة ومش شنو، هي ما سوينا شيء. هي عبارة عن شركة تأمين الحياة، شركة رعاية اجتماعية كبيرة لا أكثر ولا أقل يعني، ومثالها عديد. يعني ستتصور إحنا عندنا الشركات المملوكة للدولة من عام 2003 إلى هسه 78% منها متوقفة، بها نص مليون عامل ويأخذون رواتب بدون عمل، قسم منهم اندثرت طاقاتهم الفنية وإلى آخره. عندنا فد جانب يعني جامد من الاقتصاد الحكومي عايش إعالة بصراحة، رعاية اجتماعية لكن برواتب معينة. هذا هو الإصلاح، يبدأ من هنا.